بقول لك ايه يا محسن، انت السنه اللي فاتت يا اخويا اتحججت وقلت انك عيان طول الصيف وضيعت علينا اجازه المصيف، وانا بصراحه زهقت وطهقت واتخنقت وعايزه اصيف. هو انا يعني اقل من مديح اختي وجوزها؟ ما تقوليش كده يا روحي، انت مش اقل من حد، ان شاء الله هنصيف السنه دي. بجد يا محسن؟ عيب عليكي، انا عمري قلت حاجه وعملتها؟ هنصيف يعني هنصيف. بتاع الفريسكا تعالى. انا عايزه تين. تين ايه بس يا روحي؟ احنا في جامعه صح؟ ايه رايك؟ مش حرمك من حاجه، رمله وميه كل حاجه، مصيف اهو. ربنا يخليك ليا يا محسن. علاء ما تغوطش في الميه يا حبيبي، الميه غويطه. علاء يا حبيبي اوعى الجمبري يقدر. شيمان الغطسه بقى. يلا والميه الميه تعمل لي ايه يا وليه؟ يا سي السيد بتدرب على الغطس يا سي السيد. غطس؟ غطس ليه يا اخي؟ هو انت يا سي السيد مش هتودينا السنه دي مارينا او السخنه؟ سخنه لما تاخد اجلك يا وليه. هو احنا ناقصين ولعه ولا ايه؟ هنصيف في الساحل. طب يا اخويا مش هتنزل تجيب مايوهين للبيتين؟ انت اتجننت يا امينه؟ انا بناتي يلبسوا مايوهات؟ العفو والسماح يا سي السيد. لا يا اخويا، ما انا هحط فوقيه اللي هو الكاش مايوه يكون اسود للحشمه. كان كده ماشي. ما تنساش بقى يا سي السيد البكيني بتاعي الفرنش كات. كات؟ قطعت رقبتك يا امينه. امينه؟ ايوه يا سي السيد. لما نرجع بالسلامه يا اختي من المصيف. خير يا سي السيد. تلم هدومك والفرنش كات وعلى امك يا امين. ما اجمل هذا المصيف والطراوه، برغم ان حراره الشمس عامله في راسي واوا. ايس كريم كلكلو، ايس كريم كلكلو يا ابن العم. يا غلام اعطني ايس كريم راس الماعز بنكهه سنام الابل المرطب. اتريد كم بوله؟ بولتين، وضع عليهما القليل من دم الخراف البارد. لا يوجد، ولكن يوجد دم المعيز. ماذا؟ اذن فهي الحرب على المثلجات. ايس كريم كلكلو يا ابن العم. الواحد خد تان جامد قوي. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك سنين وقاع مندوب شركه فيلا للسياحه والتايم شير. اهلا وسهلا. اهلا بيك، انا معايا اوفر جامد رائع ممكن اعرضه على حضرتك. قوي قوي، اتفضل. احنا عندنا يا فندم اسبوع تايم شير في فندق هوليداي رائع بمنف، موسم هرمي متوسط، فندق 5 مسلات، حمامات سباحه مصنوعه من الحجر الفرعوني، سفاري في صحراء سقاره. بس الشركه عندنا عامله الاوفر ده بسعر غالي شويه. انا ممكن اجيب لك نفس الاوفر بسعر اقل بس من شركه تانية. بجد؟ ده حقيقي. انا مبسوط منك قوي يا سنمو، انت راجل امين، عشان كده انت مرفوض. وانت مين انت عشان ترفدني؟ انا بتاح امين بتاح، مدير شركه معابد فيلا. انت بتاح امين بتاح؟ ايوه. طب وانا اعمل لك ايه يا عم البتاح ده؟ انت حته بتاح. انا حته بتاح يا بتاح انت؟ بقول لك ايه، خد البتاح اتعكه، مش شغال الشغلانه دي. امشي يا بتاح.